أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة. إذا انتهت الفتنة لنبدأ صفحة جديدة لإكمال الاستحقاقات الدستورية. انتهت فتنة كادت تحرق العراق وحان وقت العمل. ساعات عصيبة مرت على العراق والعراقيين، فتنة أرادت إحراق العراق برمته كان لابد لها أن تنتهي. فوطننا الجريح تجاوز عشرات الفتن والأهوال أمثالها. نعم، الفتنة التي نفخت في جمرها دول وقنوات فتنة مأجورة ورخيصة وصفحات تواصل شيطانية انتهت، لكنها كلفتنا الكثير. كلفتنا دماء ودموع، سلبت من أعيننا النوم والراحة والطمأنينة. هذه الفتنة الآن مدعاة لأن نضعها على طاولة التشريح، تشريح أسبابها وتداعياتها وآليات تجاوزها كي لا تعود. إذا ما الواجب اتخاذه كي لا تعود ثانية بثوب آخر ولون آخر ومخطط آخر؟ لكن بالتالي مهما كانت عصية فإن لغة العقل والمنطق هي الأقوى، والركون إلى الدستور هو الأمضى، والوطن ومصلحة الشعب هما الأهم. إذا مشاهدينا، في هذه الساعة سنناقش تداعيات الساحة السياسية في الساعات المنصرمة بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ورحب بضيوفي في هذه التغطية، أستاذ مهند جواد الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ مهند. أيضا أستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، مرحبا بك أستاذ حيدر. يمكن يعني دعوات الأهالي المواطنين اللي عاشوا حالة من الرعب والقلق، الدموع اللي سالت والدماء أيضا، أرواح بريئة وغير بريئة بنفس الوقت بسبب الشغب، يمكن استجاب رب العالمين لدعوة المواطنين وانتهت الفتنة. هل انتهت الأزمة معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وزميلك زين قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم أنا نتمنى وندعو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه هي الفتنة النهائية والأخيرة، باعتبار العراق مع تأسيس وانطلاق الدولة العراقية من 21 حقيقة القرن الماضي إلى حتى هذه اللحظة، العراق والعراقيين ينزفون دما. لا وجود الاستقرار، انقلابات، ثورات، احتلالات، وبالتالي حقيقة نحن كعراقيين نتأمل أن يكون هنالك استقرارا، هذا الاستقرار يعم بالخير والفائدة على الشعب العراقي، على الدولة العراقية، الأمة العراقية. الفتنة نعم كادت أن تودي حقيقة بالعراق وتذهب أو تذهب بهذه الدولة حقيقة الحالية، النظام الديمقراطي الذي كنا نتأمل أن يكون حقيقة هو الدواء الناجع للدولة العراقية لحل كثير من المشاكل وكثير من المعاناة التي مرت بالشعب العراقي. الفتنة دارت ظهرها لنا ولله الحمد من خلال حقيقة أصحاب العقل الراجح، من خلال أصحاب الرأي الراجح في هذه القضية، غلبوا حقيقة لغة العقل والمنطق على لغة الرصاص وأزيز الرصاص. نعم، الآن بما أن انتهت هذه الفتنة، إذا على القوى السياسية الأخرى أن تبتدئ مرحلة جديدة، مرحلة من العمل الجدي الحقيقي لتشكيل حكومة عراقية تقدم الخدمات إلى المواطن العراقي، وإن كانت هنالك بعض المطالب السياسية يجب أن تراعى هذه المطالب السياسية، وأن يتم الحوار تحت سقف حقيقة الأخوة، تحت سقف البيت العراقي الواحد بمظلة القانون العراقي ومظلة الدستور العراقي. ما من الممكن حقيقة أن نحتكم إلى لغة الشارع أو نحتكم إلى لغة السلاح أو الرصاص، بالتالي هذه اللغة هي حقيقة ليست اللغة الحقيقية، باعتبار الضحايا الضريبة كبيرة جدا. كيف تكون كبيرة جدا؟ باعتبار نحن أعطينا ليلة أمس فقط أكثر من 30 حقيقة ضحية راحت على قربان. ماذا؟ على أي أساس تثب هذه الدماء؟ تسيل هذه الدماء؟ المصلحة لمن سالت هذه الدماء؟ أنا أعتقد كان المستفيد الأكبر هم أعداء العراق والعراقيين، هم المتربصين بشكل واضح وبشكل علني، والدليل واضح حقيقة. هناك للأسف فنقولها بمرارة وحرقة أن هنالك شركاء في البيت العراقي شاهدناهم وقفوا على التل في هذه القضية، لم يبادروا ولم يحركوا ساكنا من أجل استيعاب هذه النقطة وهذه القضية وعدم انجرار اسم الشارع العراقي إلى الاقتتال. وهنالك هناك يعني أصوات بدأت يعني تتشمت يعني. نعم، وللأسف وهنالك منصات تواصل وهنالك شخصيات حقيقة إعلامية كنا نتأمل
إذا ما أرادوا الحديث أن يتحدثوا حقيقة بشكل لدرء الفتنة، لا أن يصبوا حق الزيت على النار، وهذا ما شاهدناه على القوى السياسية على الحكومة العراقية، أن تكون هذه التجربة هي فائدة لها، عليها أن تحدد المسارات وتحدد الشخصيات التي كانت تطمح وترغب للعراق الاستقرار والأمن. شاهدنا أنه القوى الأمنية كانت حقيقة ناجحة، الحشد الشعبي تحديداً، القوى السياسية من خلال ضبط النفس وحقيقة واستيعاب الحالة، هم الذين فوتوا الفرصة على من أراد للعراق الشر، على من أراد للعراق أن تكون هذه الفتنة لربما تنهي الدولة العراقية وتنهي النظام العراقي الجديد. لذلك شاهدنا حقيقة السيد الصدر عندما شكر بشكل مباشر الحشد الشعبي، وهي خطوة جيدة، وهي أيضا قطعت الطريق على الكثيرين الذين كانوا يعطون رسائل حقيقة مبطنة، ومنهم من تحدث بشكل مباشر قال أن القوة التي تقابل المتظاهرين هي قوة الحشد الشعبي. عندما يتحدث الصدر ويقول لم يطلق الحشد الشعبي إطلاقة واحدة، فهي شهادة واعتراف واضح على أن هذا حقيقة هذه المؤسسة الأمنية كانت مؤسسة منضبطة حقيقة، وبالتالي أيضا فوتت الفرصة على من أراد أن يجعل نظرية المعادلة وكأنه الاقتتال هو اقتتالا شيعيا، ولذلك فوتت الفرصة على من يحاولون إذ ما كانوا من الداخل أو من الخارج أن يجعلوا هذه الفتنة هي فتنة حرب حقيقة شيعية شيعية. استطاع العقلاء من الحشد الشعبي من القوى السياسية الأخرى التي ضبطت النفس واستطاعت أن تحرك بوصلة حقيقة الأحداث بشكل يستطيع حقيقة أن يبعد شبح الفتنة وشبح الحرب الأهلية داخل العراق. تمام. أستاذ مهند أرحب بك من جديد. يعني خطاب السيد الصدر الذي أنقذ الوضع تولت بعده عبارات الشكر للسيد الصدر من قبل يعني القوى الداخلية السياسية والشعبية، من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول. حقيقة قدرت الموقف موقف السيد الصدر من الأحداث الأخيرة واعتبرته أنقذ الوضع. ماذا أدرك السيد الصدر في اللحظات الأخيرة حتى يطلع بهذا الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الواقع أنه الأحداث الليلة الماضية كانت أحداث مؤلمة جدا، وكل المجتمع العراقي كان قلق، وخصوصا المجتمع الشيعي الذي يرى أن أبنائه في المحرقة، لأن دائما في أي معركة ننتظر انتصار وننتظر تحرير وننتظر إنجاز يقدم على أرض الواقع، ولكن كانت معركة ليلة أمس ليس فيها منتصرا أو أي إنجاز فيها أو أي تقدم على المستوى السياسي أو الاجتماعي. لذلك كنا قلقين جدا وكنا حزينين لهذه الظروف. لذلك كل الواقع الشيعي والمجتمع الشيعي كان مدرك، ومن ضمن هذا الواقع هو السيد الصدر لأنه ابن هذا المجتمع وينتمي لمؤسسة مهمة داخل المجتمع الشيعي، مؤسسة الحوزة. لذلك كان الخطر جدا واضح أنه ويفهم ماذا يجري على أرض الواقع، حتى كان انسحابه، ومن ثم من بعد الانسحاب كان وزير القائد هناك له تصريح رسمي أنه من يحمل شعار التيار الصدري أو يتحرك تحت هذه اليافطة فأنا بريء منه وغير مسؤول عنه. لذلك اليوم تبرأ منهم السيد علانية، وأنه أفعال غير مسؤولة وكانت تؤدي إلى فتنة كبيرة تحرق العراق بشكل كامل، واعتبرهم أن هؤلاء خارجين عن القانون ولا بد أن يحاسبون. حتى قال أنه الذي لا ينسحب من الساحات نتعامل معه بشكل آخر، يعني نخرجه بالقوة إذا كان هو الموقف شخصي. لذلك أنه السيد الصدر كل المعطيات، وأولا بدأ أنه يعني أمر عقائدي وديني أنه القاتل والمقتول في النار على أساس يعني مبانيه الفقهية أو الشرعية. لذلك أنه السيد الصدر من جانب يعني ينتمي إلى مؤسسة تنظر بالبعد الشرعي، ومن جانب ثاني هو ابن هذا الواقع، ومن جانب ثالث هو ينتمي للمكون الكبير الذي هو أس المعادلة السياسية والاجتماعية داخل البلد. لذلك العتب كان على الأطراف الأخرى التي كانت تتفرج وتريد إشعال الفتنة بشكل أكبر، ولكن لم تكن تدرك أن هناك الخطر الكبير. إذا احترق العراق فإن الشيعة ليس وحدهم سوف يحترقون. الأطراف الأخرى ما ترقب السابق؟ الأطراف لم يتدخل أحد من الأطراف. القوى السياسية المشاركة ماذا كان عليها أن تفعل؟
لابد كانت تدخل في وساطات من جانب، لابد أن توضح الأمور حتى على مستوى البيانات والتغريدات وكل هذه الأمور. في بعض الأحيان بعض أمور بسيطة تكون هناك مؤتمرات وتكون هناك بيانات، ولم نشاهد هذا الأمر على الإطلاق للأسف الشديد. تمام أستاذ حيدر، يعني عندما أعلن السيد الصدر اعتزاله العمل السياسي يعني تحدث بوضوح بأنه لن يكون محركا للشارع، هذه وحدة، وتحدث أيضا بأنه سوف يتم يعني فض اللجنة المنظمة للتظاهرات، لكن مع ذلك خرجت هذه الجماهير إلى التظاهرات، وفي خطاب الأخير تحدث عن طرف ثالث، ماذا يعني؟ أنا أعتقد أولا ردة الفعل الطبيعية على اعتزال السيد الصدر كانت هذه الجماهير المتحركة. هنالك الطرف الثالث الذي حق أن دس ما بين هذه الجماهير لإثارة الفتنة، وبالتالي هنالك من يتربص بالعراق الشر ويتربص بالعراق الدوائر، بالتالي هذا الطرف الثالث هو من أراد أن تخلق فتنة شيعية باعتباره وكان كلامه واضح عندما شكر الحشد الشعبي، وبالتالي الحشد الشعبي أيضا هنالك قوى سياسية خلف هذه المؤسسة. الضبط الواضح الذي كان من قبل القوى السياسية الأخرى عندما كانت هنالك اعتداءات على مقار كثيرة لهذه الأحزاب، بل بالعكس كان حقيقة يدعون الجميع إلى ضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك مع جميع هذه العناصر. وبالتالي أنا أعتقد السيد الصدر كان عارفا وداريا بالمشهد السياسي بشكل حقيقي، وإلا كيف حقيقة خرج بهذا المؤتمر الذي أنهى وحقيقة قطع الطريق على الكثير الذين حاولوا أن يدفعوا العراق إلى منزلق أمني كبير جدا. وبالتالي إذا ما لا سمح الله كان هنالك ردا من هذه القوى السياسية وتحديدا من الحشد الشعبي، وهذا ما كانوا يتمنون أو يمنون النفس به بعض الأطراف. شاهدت بعض المحللين السياسيين الذين كانوا يصفون نوع الحقيقة المناوشات ما بين هذه المجامع ويقولون أنه الطرف الآخر هو الحشد الشعبي أو الفصائل، يشيرون إلى هذه القضية أو يسمونها باسم ميليشيات. وبالتالي أنا أعتقد هؤلاء كانوا يصبون الزيت في النار. إذن السيد الصدر استطاع حقيقة أن يقرأ الواقع السياسي، أن يقرأ الواقع الأمني بشكل حقيقي، وبالتالي هذا البيان وهذا التصريح وأدى كثير من الحالة، قطع الطريق على الطرف الثالث. وهذا الطرف الثالث أولا هناك اتجاهين، الاتجاه السياسي هناك أطراف كانت ترغب بأن تستمر حالة اللا أمن واللا استقرار، وأن يدفعون حقيقة في كثير من بياناتهم بأن يكون هنالك صدام شيعيا. الطرف الآخر هو الطرف الإعلامي الذي شاهدناه كيف كان يتحدث بشكل تأجيج، هنالك منصات للتواصل الاجتماعي التي كانت تحرض والتي كانت تنشر والتي كانت حتى تحاول أن تتحدث بلسان التيار الصدري أو تتحدث بلسان السيد مقتدى الصدر في هذه القضية. ناهيك شفنا السيد الصدر حتى عندما اعتزل هنالك بعض المؤسسات الإعلامية والمنصات الإعلامية التي أغلقها باعتباره هو يعلم أنه الجانب الإعلامي جانب أسماء خطير جدا خاصة في فترة الفتنة، وبالتالي كان يعلم أنه إذا لم يظهر وإن لم يتحدث باعتبار الطرف المهم والطرف الرئيسي في هذه القضية هم التيار الصدري. وأنا أعتقد حسب الإيديولوجية والمتبنى للتيار الصدري وفهم التيار الصدري هم لا يسمعون من أي طرف كان ما عدا حقيقة قيادتهم وهي المتمثلة بسماحة السيد مقتدى الصدر. وبالتالي أنا أعتقد لو خرج العالم بأجمع يدعوهم إلى الهدوء ويدعوهم إلى السكينة وعدم حقيقة جر البلاد إلى هذا، لن حقيقة يقفوا عند هذا الحد. بالإضافة قلت لك أن الطرف الآخر الذي كان يحرك بهذه القضية علم السيد الصدر أنه من الضرورة أن يخرج. وأنا حقيقة ليلة أمس كنت أتحدث بهذه النقطة تحديدا، وعندما سئلت سؤال كيف تحل قلت أنه تحل مبادرة من السيد الصدر، قال أمه هو اعتزل العمل السياسي، قلت لا هو نعم اعتزل العمل السياسي لكنه مواطن عراقي، وهذا ما تحدث به نصا عندما قال أنا مواطن عراقي، وبالتالي أتحدث من خلال حقيقة المسؤولية الملقاة على عاتقي من الجنبة الشرعية باعتبار هو ينتمي إلى مؤسسة دينية، وكذلك من الجنبة الوطنية باعتبار هو مواطن عراقي. ما من الممكن أن يسكت ويرى الدماء العراقية تنزف ويرى أن البلد سوف يذهب إلى حقيقة إلى المجهول إذا ما بقي ساكتا إلى هذه اللحظة. نقول نحن الحمد لله أن القضية بدأت تنكشف حقيقة من أراد للعراق الشر، بدأت تنكشف القوى السياسية التي كانت تدعي بالوطنية بشكل زائف. إذن على القوى السياسية العراقية وتحديدا المكون الكبير والأخ الأكبر في هذه القضية أن يحدد هذه المسارات وأن يتعامل مع هؤلاء بالآلية التي تعاملوا معه بها، وبالتالي يجب أن يكون هنالك تقارب
تلاقي ما بين القوى السياسية، يجب أن يكون هنالك أيضا حوار، أن يفتح بابا للحوار مع القوى السياسية وخاصة مع التيار الصدري، باعتبار أيضا هو جزء مهم من العملية السياسية وجزء من مهم من المكون الكبير المكون الشيعي. إذن يجب أن حقيقة ندخل للعملية السياسية القادمة موحدين في وحدة المكون الشيعي. أنا أقول لك هو استقرار للدولة العراقية، عندما كان هنالك اجتياح لداعش من الذي استطاع أن يفرض معادلة الأمن في العراق وأن يطرد داعش المكون الكبير؟ شاهدنا أنه النسبة الكبيرة واليد الطولة كانت للقوات الأمنية والحشد الشعبي الذي هو جل حقيقة هيكله أو عموده الفقري هو من القوات الشيعية أو من أبنائنا في الوسط والجنوب، الذين استطاعوا أن يحفظوا الدولة العراقية ويحفظوا ويعصموا الدماء العراقية. إذن نحن نقول الفتنة انتهت، إذن نحن في مرحلة أخرى، هذه المرحلة مرحلة توحيد الصفوف، مرحلة تحديد الأعداد، باعتبار هذه المرحلة كشفت الغطاء على الكثيرين. إذن نحن نحتاج حقيقة أن يكون هنالك تقييم حقيقي للواقع السياسي بعد هذه الأحداث الأخيرة. تمام أستاذ مهند، على ما يبدو أنه السيد الصدر يعني منذ ليلة أمس استشعر بخطورة الأحداث، بحيث جاءت الأنباء بأن السيد الصدر وأضرب عن الطعام لحين ترك السلاح أو التعامل بالسلاح، هكذا كان يتحدث، يعني هو يتابع المواجهات الحاصلة وهو ممتعب. يعني قرار السيد الصدر لم يأتي يعني اليوم صباحا، وكأنه القرار منذ يوم أمس، وكأنه الخطاب إلى المتظاهرين اتركوا السلاح. نعم، كانت في بداية الأمر أنه يعني فوران وحالة يعني هيجان عند الجماهير كردة فعل على اعتزال السيد الصدر، ويعزون هذا الأمر أنه السيد الصدر ترك الساحة السياسية بسبب القوة الموجودة، لذلك لابد أن نعاقب هذه القوة، وكان العقاب بحمل السلاح ضد هذه القوة، ولكن لم يرغب بها السيد، كان أنه يظن في الساعات الأولى سوف تخمد هذه الفتنة ولا تطول لليلة كاملة، لذلك حينما طالت لليلة كاملة وكادت الظروف أو الأحداث تذهب إلى مدى أبعد، هو وقف وظهر بشخصه لينهي هذه المسألة بشكل تام. ولكن بالمقابل هناك لابد أن يكون يعني علاج لجذور هذه الأزمة الموجودة حتى لا تتكرر مرة أخرى، لابد أن يكون هناك استراتيجية من قبل البيت الشيعي، هناك طرف ضامن لجميع الأطراف يكون يعني أكثر عقلانية أكثر هدوءا، يميل على نفسه لا يراعي مصالح الخاصة، كل هذه الأمور لابد أن تكون تحت يافطة واحدة هي المكون الأكبر والوطن والمجتمع العراقي. على هذا الأساس أتوقع أنه كثير من الأزمات سوف نتجاوزها. طب أرجع لك أستاذ حيدر، يعني كان واضح أن الصورة اللي ظهر بها سيد الصدر في خطابه صباح اليوم كان متأثر جدا بما حصل، إيماءاته، لغة الجسد، كان متأثر جدا وغاضب جدا أيضا. الوضع مو سهل على السيد الصدر، أن يرى أبنائه يسقطون ضحايا بين قتيل بين شهيد بين من ذهب بنفسه إلى التهلكة. هذا الموضوع تأثير السيد الصدر راح ينسحب على الحوارات الجانبية في موضوع تشكيل حكومة وحل البرلمان. أنا أعتقد أولا فلنتحدث عن الموقف الذي ظهر به السيد الصدر. أنا أعتقد هنالك نقطتين أساسيتين أثرت بها السيد الصدر، هو سقوط الشهداء وسيل الدماء العراقية، وهذا الشيء يؤثر أو يدفع الكل للتأثر بهذا الموضوع باعتبار هؤلاء أبناء شعب واحد وأبناء جلدة واحد وأبناء حق مكون واحد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأغلب بدأ يتهم التيار الصدري باعتبار هو من ابتدع وهو من أجج هذه حق الصدامات، وهو كان واضحا بكلامه السيد الصدر في هذه القضية لما قال أنا أنتقد، عندما خرج تشرين عن الخط انتقدته، وعندما خرجت ثورتكم عن الخط أنا الآن أنتقد هذه الثورة الصدرية واسمها الثورة الصدرية تحديدا. وبالتالي كانت حقيقة الإشارات واضحة والعتب واللوم واضح من قبل السيد الصدر على خاصة على التيار الصدري بهذا الموضوع. نعم، على القوى السياسية الآن أن يجب أن يكون حقيقة الحوار السياسي على مستوى الحقيقة القضية باعتبار الآن الموضوع كبير جدا. هل سوف تذهب القوى السياسية إلى تشكيل حكومة عراقية وتذهب لإكمال الفترة حقيقة الانتخابية الحالية وتشكيل حكومة تقديم خدمات وإلى آخر الخط، أم أنها سوف تشكل حكومة أيضا
اعتقالية، وبالتالي باعتبار بعد ما انسحب السيد الصدر والمواقف الأخيرة، هل سوف تذهب وتراعي هذه القضية باعتبار التيار الصدر هو جزء مؤثر بالعمل السياسي والاجتماعي العراقي، وتذهب أيضا للاستجابة إلى ما دعا إليه الصدر سابقا بضرورة أن يكون هنالك انتخابات مبكرة؟ ماذا على القوى السياسية الأخرى والحليفة، إذا ما كانت القوى الحليفة للإطار والقوى الحليفة للتيار، هل سوف يبقون متعنتين بمواقفهم السياسية؟ وأنا أقصد بذلك حقيقة الأخوة الكرد، هل سوف يبقون أو لا ينهون قضية الصراع الداخلي فيما بينهم، وبالتالي يتفقون على شخصية لرئاسة الجمهورية العراقية؟ وبالتالي أنا أعتقد التحديات كبيرة جدا، التحديات تنطلق أي بدءا من الموقف الشيعي باعتبار ضرورة أن يكون هنالك موقف موحد للمكون الشيعي. إذا ما أخذنا بلغة الأرقام، المكون الشيعي لديه أكثر من 181 نائب في مجلس النواب العراقي، يستطيعون أن حقيقة يتحكموا بالمشهد السياسي العراقي بشكل كامل، فإذا عليهم أن يتحدوا في هذه النقطة. النقطة الأخرى، هنالك بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا يتفرجون على الواقع السياسي العراقي لم يتحركوا ولم يتكلموا بكلمة واحدة بهذا الاتجاه، أيضا يجب أن يكون هنالك موقف حقيقة باعتبار هنا رددين واجب في هذا، من تحرك ومن كان حقيقة يستشعر الألم ويستشعر الوطنية ويتحرك وفق الإرادة الوطنية العراقية، وهنالك من كان يريد أن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، ولربما كان يتمنى أن تكون هذه الفتنة فتنة أكبر من هذا الحجم، وبالتالي هو يبقى في مكانه، أو لربما يستخدم هذه الفتنة بأن يفرض إرادات سياسية معينة، لربما سوف تكون هذه الإرادات بإطار خارجي أو بأوامر خارجية، وبالتالي سوف يقود البلد إلى حقيقة مشروع، لربما هذا المشروع هو مشروع كبير. نحن كمواطنين وتحديدا الأخ الأكبر كان بالضد من هذا المشروع، بالضد من هذه الإرادة الخارجية. إذن حقيقة العمل السياسي القادم يجب أن يكون بمستوى الأحداث الحالية، العمل السياسي يجب أن لا يقتصر على رؤية ضيقة، وبالتالي يجب أن يشمل كل حقيقة القوى السياسية العراقية، وينظر بشمولية الدولة وبشمولية الوطن الواحد وبشمولية المواطنة حقيقة، أن لا نتحدث وإن كانت هنالك رؤى لبعض المسميات، لكن لا نتحدث حقيقة بمسمياتنا أو كينونتنا الصغيرة، علينا أن نتحدث بحجم العراق، العراق الكبير، وبالتالي نحن حقيقة أمام تحدي، يجب أن يستفاد العراق من المرحلة القادمة باعتبار المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وتقديم وعمل، فليستفد تستفاد الحكومة العراقية والدولة العراقية من ما متاح حاليا، رغبة دولية كبيرة جدا أن يكون العراق مستقر أمنيا، هنالك ايضا وفره ماليه كبيره جدا، وهنالك اسعار للنفط ايضا تساعد الحكومه العراقيه من اجل ان تعمل وان تخطط وان تقدم شيء للمواطن العراقي. كثير حقيقه من المشاريع المعطله التي تنتظر الحكومه العراقيه القادمه ان تقدم الشيء الكثير. هنالك محافظات حقيقه تئن تحت وطاه الفقر، وتحديدا المحافظات الوسط والجنوب، هنالك هذه المحافظات التي نشاهد نقص الخدمات الكبير بها، وبالتالي يجب ان تكون حقيقه الرؤيه السياسيه تنتظر الاتفاق الشيعي نعم، وبالتالي يجب ان تكون الرؤيه القادمه بمستوى العراق، كيف نستطيع ان ننهض بهذا البلد الجريح، وكيف ان نستطيع حق ان نغلق او نقطع الطريق على من يحاول يتربص من الدوائر ويحاول ان يدفع بالشعب العراقي الى فتنه حقيقه لن تذر شيء ولن تبقى شيء على الساحه العراقيه. استاذ مهند، يعني هل من سوء فهم للقوى السياسيه يعني قبل الاحداث يوم امس؟ تعنت السيد الصدر في الحوارات في موضوع تشكيل الحكومه، في موضوع الاغلبيه من التوافقيه، هناك من اتهم السيد الصدر بانه يريد بالذهاب الى الفوضى. موقف السيد الصدر الاخير جاء يعني اثبت به السيد الصدر حرصه على الوضع العام في البلاد وحرصه على الدماء العراقية. هل من سوء فهم لمواقف السيد الصدر، لرؤية السيد الصدر؟ ربما السيد الصدر يريد أن يطرح رؤية، لكن ربما تخونه الطريقة أو الآلية، أو لا يستقبل الطرف الآخر طريقة طرح السيد الصدر. لا، كان هناك ينبغي أن تكون المشاريع أكثر واقعية. كل مشروع يحتاج إلى ثلاث عناصر أساسية، العنصر الأول هو وجود مشروع، والعنصر الثاني وجود شخص يقود هذا المشروع، والعنصر الثالث هو وجود واقع موضوعي.
لابد أن يكون هناك واقع موضوعي. الواقع الموضوعي هو الذي اصطدم بمشروع التحالف الثلاثي والتيار الصدري. هناك دستور وهناك قوة سياسية وهناك قوة اجتماعية، هذه لابد أن تراعى الثلاث أمور حتى يستطيع المشروع يمضي. أول شيء اصطدم بالأمر القانوني أنه لابد من تحقق الثلثين، وهذا أمر قانوني، لذلك هم انتفضوا على القضاء، قالوا أن القضاء مسيس، بينما كان القضاء في قبل هذه الفترة حينما أقر نتائج الانتخابات كان القضاء مرغوب فيه والقضاء العراقي نزيه. الأمر الثاني أنه هناك واقع سياسي وقوة سياسية لها شخصيات ولها ممثلين ولها جماهير ولها مشاريع أيضا اصطدموا بها، لذلك المشروع لم يكتب له النجاح. الأمر الآخر أنه كلما كان المشروع أكثر واقعية ويحتاج إلى صبر حتى يحقق. لو كانت أنه التيار الصدري في هذه المرحلة بقى بالبرلمان كمعارضة إيجابية بناءة أفضل من الانسحاب، كنا لا نرغب بالانسحاب، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه كان يعمل للمستقبل ويكون هو الكتلة الأكبر بأكثر عددا حتى يحقق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بعيدا عن الأطراف الأخرى، كان أكثر واقعية. الأمر أنه كان لا أكثر ولا أقل أنه مشروعين مختلفين، كل مشروع له آلياته وله أهدافه، ولكن لبعض المشاريع جنبة يعني تتماهى مع الجانب القانوني وجنبة بعيدة عن هذا الواقع القانوني، لذلك فشل هذا المشروع أو نقول أنه لم يحقق أهدافه بشكل كامل. تمام. وشغلة سوء فهم يعني. أستاذ حيدر، ربما ما حصل يوم أمس أحرج القوى السياسية، الفاعلين السياسيين في الشارع العراقي، يعني على المستويات، يعني حتى احنا سمعنا على انه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ربما سيقدم استقالته في الساعات المقبلة، هذا مطرح الإعلام ما نعرف مدى صحته. الى اي مدى بالفعل ستظهر اصوات باعتبار انه وقعت في حرج، وهذا يعني يحدث في كل الدول الديمقراطية، في كل الدول الكبرى، أنه في حالة حدوث فوضى في دولة ما، المسؤولين والقائمين ربما يعني للحرج يقدمون استقالتهم، هل ستظهرنا هكذا يعني خطوات؟ أعتقد حدثت هذه الخطوة عندما قدم السيد عادل عبد المهدي استقالته في الفترة الماضية، أيضا كانت هناك تظاهرات وكان هناك أيضا رأي للمرجعية، لبأ الرجل هذه القضية وهو يمكن ما طول أقل السنة قدم استقالته وغادر مؤسسة رئاسة الوزراء. هنالك من يستقتل من أجل أن يصل إلى مؤسسة أو مقعد رئيس الوزراء، وهنالك من يستجدي هذا المنصب، وشاهدنا كثير من الحالات في هذه القضية. نعم، الوضع العراقي الحالي بعد هذا الدم الذي سال، والوضع من خلال التجاوز على كثير من مؤسسات الدولة العراقية، هناك من يشعر أنه هيبة الدولة العراقية بمؤسساتها بشخوصها حقيقة هناك تجاوز عليه، وبالتالي هو يشعر أنه لربما هذا الحدث أضر بسمعته، أضر بشخصيته أمام المجتمع. وبالفعل أضر هذا الحدث إلى أي مدى أضر بسمعة حكومة الكاظمي؟ بطبيعة الحال هي منذ البدء أضر بها، هناك الجميع متفق على أن حكومة الكاظمي لم تكن موفقة بإدارة الأزمة الحالية ولم تكن قادرة على إدارة هذه الأزمة، وكان من المفترض أن يكون هناك تبديل لحكومة الكاظمي. أحسنتم، بل هي كانت جزء من المشكلة لا جزء من الحل. وبالتالي أنا أعتقد أنه السيد برهم صالح ربما سوف ينظر إلى هذا المشروع أو إلى هذا الظرف الذي مر، وهنالك تجاوز لهذه المؤسسات، عدم قدرته حقيقة على تقديم حل. وبالتالي أعتقد أنه مؤسسة رئاسة الجمهورية هي مؤسسة تكميلية، باعتبار أن النظام العراقي أو الرؤية للدولة العراقية هي رؤية جمهورية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك رئيس جمهورية، أما هي تدار من خلال حق نظام نيابي في هذا الموضوع. استشعار السيد برهم صالح، إشادة السيد الصدر بخطابه برئيس الوزراء سيد الكاظمي، هذه إلى أي مدى أعطت حظوظ؟ أنا أعتقد السيد الصدر لربما قرأ الواقع والموقف بشكل مغاير عن كثير من القوى السياسية الأخرى، وهذا حقا ما نتحدث عنه بالجانب الديمقراطي. أنا أقرأ المشهد السياسي بشكل، وأستاذ مهند يقرأ الموقف السياسي والمشهد السياسي بشكل آخر يغير عن ما أقرأه أنا، وبالتالي هذه هي الديمقراطية وهذا هو النظام النيابي، وكذلك النظام الديمقراطي أن يتحدث بهكذا آلية. لكن هناك قوى سياسية تنظر على أنه
السيد الكاظمي لم يقدم شيء حقيقة في الفترة، لا في الفترة عندما أتى وقال أنا أتيت حقيقة من ساحات التظاهر وكان هنالك قدم كثير من الاشتراطات والالتزامات على نفسي، لم يستطع أن يحقق شيء من هذه الاشتراطات أو هذه الالتزامات. وبالتالي أنا أعتقد أنه أداء الحكومة العراقية الحالية لم يكن بالمستوى مستوى الأزمة. القوى السياسية التي حرجت مما فيهم السيد رئيس الجمهورية العراقية، نعم أنا أعتقد كان من المفترض يكون لها موقف، الموقف العام لا توجد هنالك أدوات خاصة للسيد رئيس الجمهورية أن يتقدم بها أو يتحدث بها أو أن يبادر بها، وبالتالي أنا أعتقد الحرج الذي وقع به لربما سوف يدفعه لتقديم استقالته. وبالتالي هذه إشارة واضحة على أنه وهي ثقافة جديدة أيضا على المجتمع العراقي وخاصة القوى السياسية إذا ما أقدم السيد رئيس الجمهورية وسبقه السيد رئيس الوزراء السابق أستاذ عادل عبد المهدي، لربما سوف نؤسس لي ثقافة عراقية جديدة باعتبار شاهدنا بجميع الحكومات السابقة هنالك تشبث بالمنصب وتمسك بالمنصب، الآن لربما تكون هنالك ثقافة جديدة هي الاستقالة من المنصب والابتعاد عن هذا المنصب. وبالتالي نحن نتمنى أن يكون حقيقة التطور ما كان هنالك تطورا بآليات العمل الحزب والعمل السياسي نحو الأفضل، لربما هذه المواقف تشجع الآخرين أن يكون لهم مواقف وتشجع أيضا المجتمع العراقي أن يطور وأن حقيقة يكون هنالك ثقافة حقيقية لمعالجة وللتعامل مع المواقف السياسية والمواقف الاجتماعية. تمام أستاذ مهند، في ردود الفعل بعد خطاب السيد الصدر للقوى السياسية رئيس المجلس الأعلى للإسلام الدكتور أمام حمودي أشاد بموقف السيد الصدر وتحدث بأنه السيد الصدر هو ابن تلك المدرسة، مدرسة آل الصدر المضحية، ووصف موقفه بالشجاع. لكن يعني أيضا أشار الشيخ أمام حمودي على ضرورة يعني سلوك المسلك الدستوري في مسألة معالجة الإصلاحات، إلى أي مدى سنشهد بالأيام المقبلة الجنوح نحو مسارات الدستورية بالفعل؟ نعم، الواضح أنه من بعد انسحاب المظاهرات للتيار الصدري والسيد الصدر أعلن بموقف صريح أنه يرفض مظاهر العنف وأي احتكام للقوة، لابد أن يكون هناك سيد الموقف هو الحوار والجنوح إلى الدستور والعمل تحت مظلة القانون، هذا هو الأمر الأساسي. لابد أن يكون هناك مرجع أساسي، أقصد بالمرجع يعني أنه يعني شيء يكون له كلمة الفصل بين القوى السياسية وهو الدستور والمحكمة الاتحادية وأيضا المرجعية القانونية، أنه لابد أن يكون هذا أمر واضح جدا حتى جزء من العملية السياسية، ومعروف في كل العالم حتى الأعراف السياسية لابد أن تراعى، حتى يوم يكتب القانون في أي دولة لابد أن يراعي طبيعة أعراف المجتمع وطبيعة العقيدة الذي يعتنقها المجتمع. فالعملية السياسية ليس فقط هي يعني نصوص دستورية جامدة، هناك بعض المسائل والمساحات يعني تترك للقوى السياسية، هي التي تنظم نفسها، هي التي تحاول تشكيل هذه الحكومة من أجل المضي بتشكيل حكومة قوية خدمات. ينبغي أنه أي شخصية تثير إشكالية عليها ملاحظات كثيرة فيها حساسية من قبل الأطراف الأخرى، إلى تغيير النهج السياسي، نأتي بنهج سياسي جديد، أم أنه بالفعل نحن لا نحتاج إلى نهج أو عقد سياسي، فقط نذهب إلى انتخابات مبكرة وهذه أفضل الحلول؟ أنا لا أتوقع أنه الانتخابات المبكرة حل، إنما أقول هي مشكلة لأن فيها أكثر من محذور. الأمر الأول أنه لابد أن تشكل حكومة، ومن بعد هذه الحكومة لابد أن يكون هناك حل للبرلمان، يعني مو فقط حكومة الكاظمي، لابد أن تكون حكومة جديدة كاملة الصلاحيات منتخبة من قبل البرلمان هي التي تشرع، لأن في الانتخابات جانب مالي وهذا لا يحق للحكومة المستقيلة أو حكومة تصريف الأعمال أن تقوم به، هذا أمر أول. الأمر الثاني لابد أن تغير مفوضية الانتخابات مع قانون الانتخابات، كل هذه الجزئيات تولد لنا مشاكل، هذا أمر لازم تغير على أساس المحكمة الاتحادية. الأمر الأساسي احنا نفرض فرضين، الفرض الأول اجت النتائج متساوية ومتطابقة مع الآن، هل نذهب لانتخابات مبكرة ونبقى دواليك؟ الاحتمال الثاني انه النسب تخرج متباينة، هل يقبل الطرف بالنسبة مالته أقل من هذه النسبة؟ هذه النقاط كلها انطرحت وحتى الشارع العراقي
يعني إذن استوعبها وفهمها. إذا تصبح مشكلة، تصبح أنت ذاهب إلى المجهول. إلى أي مدى القوى السياسية ممكن تتخذ نهج سياسي جديد؟ لابد أن تتخذ نهج سياسي جديد ضوء يعني في ضوء الواقع الموجود السياسي القانوني الدستوري وغيره، أنه من خلال أمرين. الأمر الأول اختيار رئيس وزراء واضح وليس له أي ملفات سابقة أو أي انتماءات وميول حزبية بشكل قوي. الحزبية ليس أمرا معيبا، ولكن أن يكون الإنسان يعمل فقط لحزبه أو يغطي على الفاسدين بحزبه، هذه المشكلة. الأحزاب في كل حتى في المنطق القرآني هم جائزة، ماكو أي مشكلة، ولكن المشكلة أنه أنا أتماهى مع حزبي وأنا أقف مع حزبي حتى وإن كان فاسد. هاي المشكلة الذي ابتلى بها المجتمع العراقي. الأمر الثاني، لابد على القوى السياسية التي تقدم رئيس الوزراء أن تقف بظهر رئيس الوزراء وأن لا يتفرجوا عليه. وبعض القوى السياسية مع عادل عبد المهدي رشحته وخرجت عليه بالشارع، هذه خيانة، والخيانة تؤدي إلى مثل هذه المشاكل. تمام أستاذ حيدر، الصدام الشيعي الشيعي البعض يراه تأجل والبعض يراه انتهى. كارثة كبرى أن يحدث صدام شيعي شيعي في العراق كمكون أكبر، وهو المكون الحامل للوضع السياسي. هو يحتاج إلى الدفاع عن نفسه يثبت وجوده، لا يذهب إلى الصدام والتصدع. دور المرجعية الدينية في الحفاظ على هذا المكون ولو بجزء بسيط في التدخل بالعمل السياسي. أنا أعتقد المرجعية هي مرجعية ناصحة، وهذا ما تحدث به دائما في هذه القضية. هي تعطي النصح والمشورة للقوى السياسية العراقية، وعلى القوى السياسية العراقية أن إذا ما أرادت حقيقة أن يكون أداها أداء منضبطا وحقيقية، إذا تستمع إلى هذه الآراء. إحنا مو كل شيء مثلا نجي للمرجعية نقول لهم لازم تجي بفتوى، وهذه الفتوى ملزمة لك، لأن النظام العراقي مو نظام حقيقة ولاية الفقيه. وهناك من يتحدث بهذه القضية، النظام العراقي نظام سياسي، هنالك أكثر لكن من لها سطوة ولها حظوة يعني احترام. نعم 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 احترام، لكن هذا الاحترام يجب أن يكون بمواثيق معينة. القوى السياسية العراقية كم مرة المرجعية نصحت؟ كم مرة أعطت مشورة؟ المرجعية تقدر بكلمة واحدة تقضي على السياسيين الموجودين كلهم. نعم، لكن هل لها أن تقوم بهذا الدور؟ أنا أعتقد المرجعية لديها رؤية، يعني الذهاب إلى رؤية المرجعية لما طرحت رؤية مقبولة لدى السياسيين. المرجعية لها رؤية بعدم التدخل بالشأن السياسي باعتبار هنالك قوى سياسية. طيب، المرجعية هي تعلم أن المرجعية الحالية هي مرجعية شيعية، وبالتالي نعم هي محترمة من بقية المكونات المجتمع العراقي، لكن هنالك مكونات هي بعيدة عن هذه المرجعية. لربما إذا ما استخدمت هذا الأمر الولائي لدى هذه المرجعية، لربما سوف يكون الرفض من أطراف أخرى، وبالتالي تصاب بحرج المرجعية بهذه القضية. لذلك هي أعلنت على أنها لن تتدخل بالشأن السياسي. هنالك قوى سياسية لديها من الحكمة ومن الدراية ومن المعرفة ومن العمل ومن الخبرة، إذن عليها أن تعمل بوطنية، أو إذا ما فشلت سوف تكون هذا الفشل هو معيار واضح للمواطن العراقي بأن يبتعد عن القوى الفاشلة. ما من الممكن أن حق المرجعية توجه تعال أنت سوي فلان شيء وترك هذه الأمور. أنا لا أقصد، أنا أقصد بالأزمة الأخيرة، إلى أي مدى للمرجعية الدينية ممكن أن يكون لها يد في تهدئة الأوضاع؟ يعني أن يخرج السيد مقتدى الصدر بهذا الخطاب السريع والمؤثر والانفعالي، هل من الممكن أن المرجعية مرجعية النجف الأشرف تنظر حالة حال المواطنين عبر الفضائيات؟ عندما نتحدث عن المرجعية، جميع المرجعيات الموجودة حقيقة الشيعية هي مرجعيات محترمة، والدليل واضح. عندما تحدث السيد الصدر قال هذا أمر مرجع، أي بمعنى حتى وأن هذا الحديث وهذا التصرف وهذا الموقف، أنا أعتقد حسب هذه الإشارة التي تحدث بها هي رأي مرجعية. هذه رأي المرجعية ربما هي مرجعية النجف، ربما هي المرجعية السيد الحارث في هذا الموضوع. إذن لا، لم يخرج حقيقة هذا التصرف وهذا الموقف بعيد عن إرادة المرجعية وتوجيهات المرجعية حقيقة، وبالتالي هذه التوجيهات وهذه الإرادة وهذا النصح للمرجعية هي الذي يضبط هذه الأمور. اعتزال السيد الصدر العمل السياسي بناء على ماذا؟ أمر مرجعية. حتى ظهوره الليلة صباح اليوم بناء على ماذا؟ وهذه إشارة واضحة عندما تحدث قال أمر مرجع، إذن هي أوامر مرجعية. وبالتالي أنا أعتقد، وإذا ما رجعنا إلى التاريخ بعض الشيء، عندما كان السيد الصدر رحمة الله عليه عندما قال لا تقولوا قولا أو تفعلوا فعلا إلا بعد الرجوع إلى الحوزة،
الشريف، وبالتالي هذا حقيقة منظار تشريعي، منظار حوزوي يجب الالتزام به، وأنا أعتقد أن القوى السياسية من المفترض أن تلتزم بهذا المنظار التشريعي وبهذا المنظار الحوزوي وبهذا المنظار المرجعي، وبالتالي أنا أعتقد أن المرجعية الشريفة لها تأثيرها، حتى أن القوى السياسية لطالما كانت تنظر إلى الخلف، حتى إن ما كانوا لديها مواقف معينة كانت تنظر إلى الخلف و تحاول أن تستشعر ردة فعل المرجعية، هل هي راضية عن هذا الأداء؟ هل لديها حق تحفظ عن هذا الأداء؟ إذا ما رجعنا أيضا وتحدثنا هذا المثال ضربنا أكثر من مرة، السيد عادل عبد المهدي عندما قدم استقالته بعد ماذا؟ أيضا بعد توجيه من قبل المرجعية. إذن أنا أعتقد أن المرجعية لها دور فعال جدا، أن المرجعية لها اليد الطولة في قضية إنهاء هذه الفتنة وقطع الطريق على من أراد حقيقة أن يدفع بالعراق إلى منزلق خطير. تمام أستاذ مهند، بعد انصياع جماهير التيار الصدري لخطاب السيد مقتدى الصدر، انسحبوا بالفعل خلال دقائق من المنطقة الخضراء، تلتها انسحاب جماهير الإطار التنسيقي من جسر المعلق. الآن المنطقة الخضراء وضواحيها فارغة تماما من المتظاهرين من المعتصمين، أقرب السيناريوهات المتوقعة في قادم الأيام ذهاب إلى الحوار، التهدئة، رسائل ربما ستكون، وخصوصا نأخذ النظر الاعتبار أن السيد الصدر أعلنها وكررها مرارا وتكرارا، أنا ابتعدت عن العالم السياسي، لا تسألوني عن السياسة. نعم، أنه أول خطوة لابد أن يقوم هو أرجاء عمل البرلمان، لأنه مؤسسة مهمة وكان معطل لفترة طويلة، لابد أن تكون هناك عمل لجان البرلمانية لأن كثير من الأمور معطلة. هذا الأمر الأول، عقد البرلمان حتى وأن لم يعني يباشر بتشكيل الحكومة فعليا هو أمر مهم جدا، لأن كثير من الجوانب تعقد على البرلمان. الأمر الآخر، أنه لابد أن يكون هناك اتفاق كردي على رئاسة الجمهورية ولا يتأخر هذا الأمر، لأن كلما طالت المدة وكانت صراعات، يعني نذهب من الصراعات الشيعية والمنافسات الشيعية الآن ندخل في الصراعات الكردية، ومن بعد الصراعات الكردية تخرج لنا الصراعات في المكون السني، لابد أن تحسم هذه الملفات. وأنا أتوقع أنه إذا حسمت قضية رئاسة الجمهورية التشكيل الحكومة يكون يعني بشكل سريع وشكل مستمر، ولكن تبقى القضية أنه صلاحيات رئيس الوزراء، دعم القوى السياسية، طبيعة البرنامج المقدم، القوى السياسية كيف تتعامل مع هذه الحكومة الجديدة، هل هي حكومة لحزب واحد أم هي حكومة للمكون أم هي حكومة للإطار، هذا جدا ضروري من البداية أن تحدد أنه الحكومة لمن تنتمي. إذا كانت تنتمي للأفق الوطني بعيدا عن الحزبية بعيدا عن المكوناتية، أتوقع أنها سوف تلاقي نجاح. تمام، الدقيقة الأخيرة معك يا أستاذ حيدر، أنبات تتحدث عن اتفاق كردي لاختيار رئيس الجمهورية، هاي وحدة، لكن بالفعل الأمور ستذهب نحو عقد جلسة للبرلمان لتشكيل الحكومة، أم ستذهب الأمور إلى بقاء هذه الحكومة وإيكالها بمهمة صياغة قانون الانتخابات وذهاب الانتخابات؟ أنا أعتقد الحكومة الحالية أعتقد لن تبقى ولن تستمر، باعتبار هي جزء من كثير من المشاكل التي تمر بها المجتمع العراقي والدولة العراقية. بعد الأحداث الأخيرة أعتقد هنالك ولد ضغط كبير جدا الآن على الفريقين الكرديين الاتحاد والديمقراطي، بالضرورة أن يكون هنالك اتفاق على شخصية رئاسة الجمهورية العراقية من أجل حلحلة هذه الأزمة السياسية. الآن انتهت التظاهرات والاعتصامات، أنا أعتقد سوف يكون هنالك في القريب العاجل اسم انعقاد المجلس النواب العراقي، لن يكون فيه انتخاب رئيس الجمهورية، لكن سوف يكون هذا الاجتماع هو اجتماع لإعطاء رسالة للجمهور العراقي أن الحياة الطبيعية قد عادت إلى المؤسسات الدستورية العراقية، وأيضا سوف يكون من خلال هذا الاجتماع أيضا الإعداد. يعني أول خطوة ينعقد مجلس النواب؟ نعم. ولا تعقد يعني لقاءات او حوارات مع القوى السياسية؟ اعتقد هي من الضرورة ان يكون العقاب، باعتبار المواطن العراقي ينظر على ويطلب ان يكون هنالك حقيقة عمل للمؤسسات التشريعية العراقية، باعتبار هذه المؤسسة هي مؤسسة رقابية لمتابعة كثير من الشؤون العراقية. اما الحوارات، اعتقد ان الحوارات لم تنقطع ما بين القوى السياسية، خاطر احنا نتحدث، الحوارات التي انقطعت هي ما بين الإطار والتيار تحديدا، اما الحوارات هي كانت قائمه، كان هنالك من المؤمل ان تكون هنالك مبادره من
الأخوة في إقليم كردستان يأتي بها جرفان بارزاني إلى بغداد ويتحدث بهذه القضية. بعد انحلال هذه المشكلة ربما هذه المبادرة سوف تكون مبادرة حل لاختيار شخصية رئيس الجمهورية العراقية القادم، وبالتالي سوف تكون هنالك حل لهذا المشكلة وهذه. تمام أستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم حياة أستاذ مهند جواد المحلل السياسي، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.